هقول موقف للنبي عليه الصلاة والسلام وحاول ان احنا نسقطه على الترندات اللي طالعه النهارده، علشان امبارح والنهارده والاسبوع اللي فات والهيصه الجميله وكلام البنات على الجروبات. انا امبارح عملت بس ومش عايزه اقول لكم، بس قعدت نص ساعه زعق بس هقول وكذا، اي البنات ارجوكم اسمعوا الكلام اللي انا بقوله لكم. فجالي تعليق، انتوا عارفين انا بتحط على جروبات البنات ومحطوط على جروبات الشباب، ويعني الهيصه من اللي عنده هنا مشكله بيبقى هيصه، بص الاقي تك تك كل دي نوتيفيكيشن يا جماعه في ايه. المهم امبارح كان في سجال حوالين امر معين، هحكي موقف النبي عليه الصلاه وبعدين نقول السجال ونصحح مفهوم لانه تعاد تاني النهارده، بس هقول لكم الصيغه الجديده بقى بتاعه التعديل. موقف النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام ماشي في طرقات المدينة فوجد صحابي يعظ أخاه في الحياء. يا عم انت مكسوف ليه؟ انت راجل وبعدين المفروض ما تكونش مكسوف كده واعمل مش عارفة ايه وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهره قال له دعه، فإن الحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير. وصف النبي صلى الله عليه وسلم كالعذراء في خدر بن حياء صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جات له الصحابية تسأله كيف تتطهر من الحيض، فعلمها قال لها افعلي كذا وكذا وإذا وجدت القصبة، فقالت كيف، فقال لها علميها يا عائشة. أنا عايزة أقول إن الحياء ذكر في حديث كل شعب إيمان، بضع سبعون شعب الإيمان، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إماطة الأذى، والحياء شعبة ذكر لخاصة. أما النبي عليه الصلاة والسلام يجي يقول الحياء كل خير ويلاقي راجلين، معلش يقول لك الراجل لا لا لازم يبقى خايط كده وما يتكسفش والواد مش عارفة إيه ومقدام، بس حقيقي إحنا للأسف فترة، تعالوا نسقط بقى اللي بيحصل الفترة دي، الفترة دي ما بنشوفش كده. ويا ريت البنات يسمعوني، بنات خمسة ابتدائي ستة ابتدائي وانت طالعة، اسمعوا الكلام اللي أنا بقوله ده من خالد كهالة، عشان الكلام ده كلام مهم. لما تيجي نلاقي بعض المصطلحات، وانا نبهت والله وانا عامله اكتر من حلقه وقلت فيها الكلام ده، بس انا هعيده تاني عشان ما شاء الله الكلام كتر وكانه بقى عرف، وكان الكلام ده الولد زمان كده، زمان انا فاكره لما يجي شاب يكلم بتاعه وبعدين يتجرأ في الكلام مع الشاب صاحبه يقول له بس في بنات في القعده، بس في حريم قاعدين ما تقولش الكلام ده. ولما يجي واحد يتكلم كان يقول له ما في بنات في حريم يا اخي انت بتقول ايه؟ ده كان فترة معرفش ايه اللي حصل بقى، علامات الساعة. لما يجي يبقى السمت العام بتاع البنات، انا اقول لك النبي عليه السلام بيقول، واقول لك النبي عليه السلام بيوصي، وانتوا تروحوا تعملوا مجال تاني خالص وتقول اصل انا رأيي واصل انا كذا وانا المفروض واعمل. طب انتوا لا عاجبكم دين ولا عاجبكم اسلام ولا عاجبك حجاب ولا عاجبكم مواريث ولا عاجبكم احكام الاسلام في قلب الامر، انت متسمى بقى مسلم على انهي وضع؟ وافضل اقول كده، انا ما بزهقش على فكره من تكرار الكلام، ما هو وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وهفضل اقول وهفضل اعيد عشان ما هو يا جماعه يعني صلى الله على رسول الله سلام. دلوقتي انا دلوقتي متقال انا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كلام يعني هو احنا اللي بنقوله ده كلام ولا المفروض انه تطبيق؟ اما نقول ان النبي عليه السلام وعظ في الحياه وقال الحياه كله خير ولا ياتي الا بخير، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وأصلا كلاليب الإيمان على الصراط يوم القيامة، خدت الأمر وعديت منه وترسخ في قلبك عدي، ما خدتش وما عدتش مش هتعدي، يمسكك الكلباب ويهوي بك في نار جهنم 70 خريفا بقى واليوم عند ربك بخمسين ألف سنة مما تعدون، كارثة. احنا لا مش عايزين الكلام ده. والحياء وهي، ولما نجي أتكلم على الحياء بقى للأنثى، هي الأنثى إيه اللي حياء يا بنات؟ هي الانثى ايه الا حياء الا كلمه الا غض بصر الا انها ما تخدش في كلمه؟ لكن يبقى الكلام، انا مش هقوله طبعا على الشاشه، لو كنت في لايف بره كنت قلته حبه كده. اما تيجي كلمه اولها حرف الفاء، اصل الكلمه ثلاث كلمات لو قلت ما هتبقى كده، اولها حرف الفاء وكلمه عيب جدا، او كلمه اولها الف تاء خاء، مش عارفه الف تاء خاء ايه يعني، مش عارفه يعني المصدر بتاعها خاء ذال مثلا وبقيت الكلمه نقط نقط نقط. تعملوا كده وتصوتي وتعملي كده وتفضلي عامله وشك لما تسمعي كده، لما يبقى ده عرف وناس كبار وواحده المفروض ان هي طالعه ايه ده؟ والبنات واخدين الكلام ده عادي بيتكتب في الكومنتات وبتقولها في لايف، بتطلع تقولها وتقولها في كلمه كلام عيب.
بقت بدل جام الطحن بقت كلمة فاء شين، بقى مش عارفة احنا انضحك علينا بقت ألف تاء خاء ذاء وكملوا الكلمة. ده عيب جدا، ده ما يصحش الكلام ده يا بنات، ده بنات ولا شباب. يعني اما يبقى الكلام اصل دي الروشنة، ما ايه علاقة ده بالروشنة؟ ايه علاقة قلة الأدب بالروشنة؟ ايه علاقة الكلام القليل أدب اللي دون المستوى الاحترام بانك روش وانك انت مودر وان انت ستايل وان انت واو؟ لا مش واو خالص يعني. اصل مش واحنا هو احنا ماشيين يعني، انا عايز اعرف يعني هو انتوا ماشيين ورا الناس كده خلاص، مش عارفه الفرقه اسمها ايه ومعرفش ممثل اسمه ايه وواحد تاني يوتيوبر اسمه ايه ولا فلوق ايه ده؟ هما دول القدوات عشان هم مشاهير وعندهم بملايين اللايكات واللي مش عارفه الفيوهات، فهو واو؟ لا مش واو والله ولا الكلام ده. لما اجي اقول لك حديث للنبي عليه الصلاه والسلام نهى الصحابي اللي بيعظ اخاه في الحياه ما تعملش كده وخليك جدع ويعظه في الحياه، يعني انت مالك مكسوف ليه كده؟ ده جدع يقول كده وتجرأ وبتاع؟ لا لا لا، الجرأه في الحق وقول الحق، وعمر ما قول الحق يبقى فيه كلمه خدشه للحياه. لكن نقعد نقول كلمات ونقول الفاظ ويبقى ده سمت بنات؟ ما واحده دكتوره طالعه تقول كلمه زي دي، استغفر الله يا العظيم يا رب، والبنات فرحانين قوي وداخلين. قلت لهم بصوا اصل انا طول ما انتوا حاطيني على الجروب ده طول ما انا مبهدلاكم يا تلتزموا. بص انا مالي؟ الغلط ينتشر وانتشر. هو الغلط مش منتشر؟ هو العيب مش منتشر؟ وبعدين نرجع نقول اصل تعليم ايه بس وسناتر ايه اللي انتم وحاجات ايه وهم اصلا ما فيش تربيه الا ادب الا ادب. لا لا ترند امبارح هنا في تركيا الا ادب الا دي. يعني مفيش تربيه مفيش التربيه بدون مفيش تعليم بدون تربيه. والادب فضلوه على العلم، يا فرحه العلم وانا مش عارفه اللي كذا وطالعه اقول الالفاظ والبنات تاخدها ده حاجه روشه ده عادي. قلت لها مش عادي، ده مش عادي. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى انه يمن عليكم بالتقى والعفاف والحياء. البنت ايه اللي حياء؟ البنت كده تساوي المرأة حياء، الانثى حياء كده، مش عينها جريئة وجاية ومش ايه ده ايه ده بألفاظ كمان. ادعو الله سبحانه وتعالى يمن عليكم بالخير. سامحوني بقى ان انا زعلت.